مش امبارح، اليوم اردوغان اعمل ايه النهارده بالنسبه للاسعار؟ هكلمك عليها. اسعار موجود، ما اقدرش اقول لك لا، حقك وحق اي حد وحق كل واحد وتشتكي زي ما انت، ما فيش مشكله في ده. مع ده ومع ده نخلي الاثنين قدامنا. النهارده بلدنا اخبارها ايه حضرتك؟ اسال السؤال ده لنفسك. يا سلام علينا. ودايما اقول وبفكركم بالحكايه دي على طول، لان احنا جايين من بلاد شايفين الاوضاع فيها ايه، وموجودين في بلاد الاوضاع فيها ايه. ونفسي كده باذن الله تعالى، وان شاء الله ان شاء الله احنا ماشيين النهارده في ابو ظبي بنشوف الدنيا ماشيين، بنشوف الشوارع نظيفه ازاي، جناين ممشى للناس وممشى قلت لهم ده بيتعمل عندنا في العاصمه الجديده، بيتعمل عندنا في الممشى ده في العاصمه الجديده. نعم، ممشى للناس وممشى واللي راكب دراجه يمشي يبقى هنا وهنا، والعربيات كل ده كل واحد لوحده بيتعمل عندنا في العاصمه. ايوه بيتعمل عندنا. تخيل دلوقتي بنعمل ايه لما نشوف حاجه نقول ايوه بتتعمل عندنا. ما كانش عندنا، ما كانش عندنا، بس بقى عندنا، عندنا بيتعمل، بيتعمل. اللي احنا بنشوفه ده حوالينا بيتعمل عندنا النهارده، بيتعمل عندنا. الابراج دي اللي حوالينا والنطاحات اللي حوالينا، السحاب بيتعمل، بيتعمل. هيبقى عندنا اعلى برج كمان في افريقيا، وابراج كتيره والعالمين اعلى الابراج عندنا. نقدر نقول عندنا البلد بتتغير. والله مصر بتتغير. انا بطلع واسافر وارجع والاقي يا سلام عليك يا بلدي، يا سلام. بيتعمل، بيتعمل. عندي مشاكل ايوه، انا 100 مليون، انا مش مليون. ما تقارنيش بحد، ما تقارنيش بال 7 مليون وال 4 مليون وال 800 الف وال 400 الف وال 300 الف، ما تقارنيش. كلم البلد دي كام؟ 100 مليون. ال 100 مليون دول عايزين ايه؟ اكل، شرب، نوم، صرف صحي، ميه، كل حاجه، طب كل ده محتاجه ال 100 مليون، مش مليون ولا اثنين ولا خمسه ولا 300 الف زي قطر. حضرتك ما تقارنيش بحد. أنا حاجة خاصة، أنا 100 مليون لو سمحت. تاني الرقم 100 مليون ما تتساووش. ما تقارنيش باللي عنده مليون واللي عنده خمسة واللي عنده 17 واللي عنده 20 واللي عنده 28.